شهادة كتير مقاسي، شهادنا مقاسي بكورونا. يعني سبق وذكرت إنه الإنسان أسوأ شيء إنه يتوفاه الله وما يلاقي مين يودعه. صحيح. كتير فارقنا ناس حبايب لأن ما قدرنا نخرج وما قدرنا نقف على قبورهم نقرأ لهم الفاتحة. وهذا يظن يعني يدل على إنه ما باقي غير وجه الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يعني سائر إلى هذا القدر، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. في كتير أصحاب مقربين لإلك راحوا؟ اي والله كتير. يعني الحاجة المؤلمة إنه ما قدرنا نقف على قبورهم وندعي لهم حتى. خفت على حالك؟ أبدا ولا مرة. أبدا بالمطلق. في البعض الناس عندهم هاجس البعد والفراق، وفي الناس عندهم هاجس الموت، بيخاف، بيقول لك هو رهاب من الموت، بيسموه ثاناتوفوبيا، هو الرهاب من الموت. في ناس بيوعوا كل يوم مهجوسين، بيقول لك إنه قد يكون هذا يومي. كيف بتقارب الفكرة؟ والله أنا حلمت إني أنا بموت، يعني رؤية، يعني شفت رؤية واضحة، يعني إنه أنا بهيئ نفسي لإني أنا أموت. أف أي كنت فرحان جدا سعيد، وحينما اضطجعت علشان فعلا يعني يكفنوني جلست أبكي. ففهمت أنا في أثناء الكورونا هذه إنه في أشياء كثيرة جدا إحنا معطلينها ونقول بكرة نعملها وما نعملها بكرة وبكرة، وراح علينا الوقت كثير جدا. فلما جات احنا جلسنا، انا جلست في البيت سنة وثلاثة اشهر ما خرجت من البيت، ما ابغى اعدي احد ولا ابغى احد يعديني، لا اؤذي احد ولا احد يؤذيني. فعملنا قطيع في البيت المحصن على ما يقولوا، ونشاوف مع بعض، وعرفت ابنائي وعرفت احفادي وجلسنا مع بعض، وكل الاشياء اللي كانت مؤجلة عملتها. الحمد لله، الله يطول بعمرك يا رب. أبو نوري، حضرتك شاهد على رؤية 2030 لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شاهد على هذه الرؤية يلي المبتغى منها النهضة بالمملكة العربية السعودية والتطور والانفتاح. حضرتك أنا مصر على الكلمة كأيقونة سعودية، كيف بتلاقي أنه عليك كمان دور يتكئون عليك حتى من مطرحك من مقامك تقدر كمان تنهض وتحدث ذاك الفرق المرجو؟